موعد جديد مع الحراك الشعبي تتحضر له شوارع أثينا وسط حضور أمني مكثف لأكثر من 7000 شرطي، وذلك للاعتراض على الخطة التي قدمتها حكومة باباندريو. أما المناسبة فهي لإحياء ذكرى ضحايا انتفاضة الطلاب عام 73 ضد المجلس العسكري الحاكم الذي كان مدعوما من الغرب يومها. من جهتها بدأت الحكومة الجديدة، حكومة لوكاس باباديموس، بعد نيلها الثقة بمفاوضات، حيث أكد إيفانجيلوس فينيزيلوس وزير المالية أن محادثات بدأت مع حاملي سندات القطاع الخاص بشأن مبادلة السندات التي تهدف إلى خفض نحو 100 مليار يورو من الديون اليونانية.